بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أرحب بإخواني الحضور وضيوفنا الكرام، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم في الجهراء موطن الأحرار. إننا أيها الإخوة نواجه حقبة سوداء في تاريخ الكويت ينتشر فيها الفساد والاستبداد وملاحقة الأحرار الذين يحاربون الفساد، وأن علينا دورا أن نعمل عملا جماعيا لمواجهة هذه الحقبة الفاسدة، وأننا أيها الإخوة الكرام نضع يدنا كحزب أمة مع كل جهد يهدف إلى خدمة هذا البلد وانتشاله من الضياع. فالبلد بكل أسف على حافة الهاوية، البلد بكل أسف على حافة الهاوية، ويجب علينا جميعا أن ننتشله من هذا الضياع. وأننا في حزب الأمة أيها الإخوة انضممنا إلى ائتلاف المعارضة الكويتية إيمانا منا بأن هذا الائتلاف المبارك والذي أجمع عليه شعب الكويت جميعا بتياراته السياسية وبنواب الأغلبية وبالجمعيات المهنية والاتحادات العمالية والنقابية، إننا أيها الإخوة لا يمكن إلا أن نقف مع هذا الائتلاف من أجل وطننا ومن أجل مستقبل أطفالنا. فبالتالي إنه أيها الإخوة واجبنا جميعا المشاركة في أي جهد لبلدنا ولمستقبل أولادنا. هذا البلد يستحق منا أن ننقذه، أن ننقذه من الفساد والاستبداد. تصل بالسلطة أن يطارد حتى الحرائر اللواتي يعبرن عن أرائهن ويؤخذن من بيوتهن لأنهن يقولن كلمة حق، ونحن لن نقبل بأي استبداد في هذا البلد. وأن من أهداف حزب الأمة هو الحكومة المنتخبة والدستور الجديد، وأن هذا الائتلاف نادى بالتعديلات الدستورية الجوهرية ونادى بالحكومة المنتخبة، وهذا ما يتسق مع أهدافنا في حزب الأمة. لأن أي دستور إذا أريد له أن يتجدد فبالتالي لدينا مواد ثابتة في الدستور، مثل دين الدولة الإسلام والدولة تصون تكافؤ الفرص والدولة تصون العدالة وما إلى ذلك من مواد، فهذه المواد ثابتة. إذن ما نريده تعديلات دستورية جوهرية تكفل السيادة للأمة، لا تسفه إرادة الأمة، بل تحقق لنا الكرامة والعزة والمحافظة على مستقبل بلدنا. نريد أن نعيش مطمئنين في هذا البلد. لذلك فإن هذا الائتلاف نسأل الله له التوفيق يتسق مع أهدافنا. وأننا أيضا في حزب الأمة لا يجب أن ننطوي على أنفسنا، فيد الله مع الجماعة ويجب أن نعمل مع أخوتنا. وأن من أخوتنا الموجودون الآن تعرفونهم جيدا، أثبتوا مصداقيتهم في محاربة الفساد، إنهم أحرار ويجب أن نضع يدنا معهم لانتشال هذا البلد. تجدهم في كل مسيرة، أول من يقود هذه المسيرة، تجدهم عندما يسجن أحد أو يتهم أو يكون في المحاكم أو في المخافر، يأتونه ويزورونه ويقفون معه ويأتونه حتى في بيته. أليس لهم مصداقية؟ هل نعلم نحن سرائر أنفسهم؟ إن لنا منهم العمل وليس القول فقط، بينما البعض يطلع التغريدات وهو جالس في بيته. إننا أيها الأخوة سنسير في هذا الطريق حتى نحقق الإصلاح الشامل لهذا البلد. وأني أيها الأخوة ومن هذا المكان نقول إن شاء الله بتعاوننا جميعا سيتحقق هذا النجاح لهذا الائتلاف بتكاتفنا معه وجهدنا الجماعي، وكما قلت إن يد الله فوق يد الجماعة. وأخيرا أيها الأخوة الكرام، إننا ماضون في هذا الدرب، درب إنقاذ هذا البلد المبارك من أي يد فاسدة تقرب الفاسد وتبعد الحر وتضيق على الحر. وأن المضايقات التي تعرض لها هؤلاء الشرفاء
لا تنطلع على الشعب الكويتي. جرجرة في المحاكم وقضايا ملفقة، لأنهم يدافعون عن مصالحنا، يدافعون عن مالنا، يدافعون عن كل مواطن في هذا البلد. علينا أن ندعمهم ولا نقف إلا معهم في سبيل إنقاذ هذا البلد. وأنني أيها الأخوة أدعوكم جميعا إلى تأييد هذا الائتلاف المبارك، وإن شاء الله إن الله سبحانه وتعالى سيوفقنا، لأن الله سبحانه وتعالى يدعو للمعروف وينهى عن المنكر، وإن شاء الله أن هذا الائتلاف ائتلاف معروف يحارب المنكر في هذا البلد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.